جولة جديدة ما تبقى نطوف بها على عدد من قصص الساعة، حياكم الله. تلفزيون سوريا يصل لجبهات القتال بين تنظيم الدولة وقسد في الباغوز، ودواعش الغرب يحركون واشنطن. السمعة الحسنة تدفع مخلوف لإقامة مشاريع إنسانية، والفوز يدخل عذرا من بوابة الاستثمار. وجبران باسيل مرهق من الوجود السوري في لبنان، تغريدات الوزير تعرضه لاتهام صريح بالعنصرية. تمكن تلفزيون سوريا من الوصول إلى خطوط التماس بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في قرية الباغوز بريف دير الزور. هناك في تلك النقطة وصف زميلنا الأوضاع الإنسانية والعسكرية بالكارثة. لم تستطع إخفاء الأزمة الإنسانية التي خلفتها المعارك. قال النازحون لنا، هؤلاء النازحون قالوا لنا إنهم وقعوا بين كل الخيارات السيئة. تنظيم الدولة احتجز عددا منهم كرهائن، والرفاق في قوات سوريا الديمقراطية ينظرون إلى هؤلاء كدواعش محتملين. بالتالي أين المسير؟ هذا السؤال الكارثي. أين المسير؟ أين المفر من القضاء مشرقا ومغربا؟ انظر، ترى لك مذهبا أو ملجأ أو مهربا، أين المسير؟ كان المسير في العراء لبضع ليال وسط الجوع والخوف، على ما قاله زميل مصور خاض تجربة الوصول إلى تلك النقطة الخطيرة من سوريا. ليست تماماً فكرة آمنة أن يدفع المراسل بنفسه إلى بؤرة الحدث، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بسوريا الأخطر عالمياً على حياة الصحفيين. لكن الفضول والصور المأساوية التي وصلت من هناك دفعت زميلاً مصوراً حربياً لخوض التجربة والوقوف على حقيقة ما يجري في الباغوز بريف دير الزور. وحالياً يعني في جاي من المدنية بس بسيط عن طريق تهريب ومهربين وإلى آخره إلى سينور ويجي لعندنا ونوحظه، يعني حالات بسيطة جداً إنه حدا يجي لعندنا. هي النافذة الأقرب على سير المعارك، فيها رأت العيون المجردة حدة الاشتباكات، ومنها شوهد هروب مقاتلين لتنظيم الدولة أمام هجمات قسد. وعلى مشارفها سألنا قائداً ميدانياً عما تخبئ المعارك في قادم الأيام. نحن بآخر معاقل داعش في مدينة الباغوز، تمام، من الحدود العراقية، زين، اللي لسه يسيطر عليها داعش ما يقارب 4 كيلو مربع، تمام. فالحد الآن قاعد يستخدم المدنيين دروع بشرية لهم. رواية عن احتجاز التنظيم للمدنيين كرهائن أشار إليها بعض النازحين الذين استطاعوا الهرب، لكن الإنسان العادي لا يستطيع الوقوف متفرجاً أمام هول الكارثة. فمن التقيناهم كانوا قد أمضوا بضع ليال في العراء وسط البرد والجوع والخوف من أن يطاردهم التنظيم. تحدثوا عن رشان طائلة دفعت لمهربين كي ينقلوهم لمناطق أكثر أمناً، بيد أنها في الوقت نفسه أكثر قلقاً من أن تتعامل معهم قسد على أنهم دواعش متطرفون، وهو ما جرى بالفعل لعشرات العائلات. عندي ابن يبيع موبايلات، ضربت الطيارة وكتلته وظلينا بس أنا وبناتي.
بقي لتنظيم الدولة 4 كيلومترات في الباغوز وفق معلومات محلية حصلنا عليها، وبقي للعالم 4 تصريحات أخرى لا تنبئ بغد أفضل. الأول لقوات قسد التي تصر على استمرار المعارك، والثاني للولايات المتحدة التي تطالب حلفائها في التحالف الدولي بسحب دواعشهم الذين وقعوا أسرى في قبضة سوريا الديمقراطية، وعن الثالث فهو خليط غزير من تصريحات تجيء وتروح عن معركة مرتقبة شرق الفرات. وأما التصريح الرابع فكان أشبه بمشاعر إنسان كتب له أن يكون مصورا ميدانيا، فقال عن المأساة: لم أكن أتوقعها بهذا البؤس. أربعة كيلومترات في هذه الصحراء القاحلة، أو ليست القاحلة تقريبا يعني على ضفاف الفرات، 4 كيلومترات، هذا ما تبقى من دولة السيد عواد البدري، لم يتبقى غيرها. وبالنسبة للمدنيين النسوة والأطفال والكهول آلاف قليلة. طبعا التنظيم يحتجزهم كرهائن، هذه معروفة عن التنظيم، فعلها كثيرا. هذه الشنشنة أعرفها من أخزم، يعني هذه الشنشنة وهذه السجية والعادة عند التنظيم موجودة خلال السنوات الماضية. هو يحتجز الرهائن والمقاتلين من أجل الحرية، المقاتلين العالميين من أجل الحرية، الرفاق في قوات سوريا الديمقراطية. هذه يعني عندما تخرج إليهم النسوة والأطفال حوادث موثقة، يعني يفتشون في أغراض الرضيع. قال والله الرضيع ممكن أن يكون داعشي، رضيع ممكن أن يكون داعشي أو امرأة أو كهل هؤلاء، ويعني ويدخل هؤلاء المدنيون في مسلسل السابق كاللاحق. استبقت الولايات المتحدة اجتماعا لوزراء أوروبيين وشرق أوسطيين في واشنطن لتطالب حلفائها في التحالف الدولي بسحب مواطنيهم الأسرى لدى قسد الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة. تتحرك الخارجية الأمريكية تسأل الدول الحليفة لها، تسألهم عن موعد استعادة دواعشهم المحتملين من قسد وتقديمهم للمحاكمات. هذه الدول لا تجد حلولاً لهذه المعضلة حتى اللحظة على الأقل. روسيا تستعيد دواعشها سراً، ألمانيا ترفض حتى اللحظة، أما فرنسا تخطط لاستعادة النساء والأطفال فقط.
طبعا قسد كما يقول كثير من المراقبين تتربح على ظهور النسوة والأطفال والدواعش المفترضين من ما يسمى بالعالم الحر، هكذا يقول كثير من المراقبين. بالتالي هي لديها مصلحة يعني حتى اللحظة بإبقائهم، ولو أنها تهدد أنه إذا لم تستلمهم سنرسلهم للنظام، لكن هي تكسبت كثيرا على ظهور النسوة والرضع يعني الأطفال. رامي مخلوف بوجهه الإنساني النبيل يطل مجددا على الاقتصاد السوري، فينتزع من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ينتزع عقدا لتأسيس شركة تنموية وإنسانية وفق موقع الاقتصادي برأس مال 1 مليار ليرة والسمعة الحسنة. طبعا السمعة الحسنة يعني لا تقدر بمئات المليارات، سمعة حسنة يعني كل شك. عاد السيد رامي مخلوف عاد إلى الاستثمار، اليوم عاد وكأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه. اليوم عاد السمعة الحسنة. يقرر السيد رامي مخلوف الاتجاه إلى الأعمال الإنسانية فيؤسس شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية. لا يعرف على وجه الدقة مقدار ثروة هذا الرجل أو حجم ممتلكاته التي من الله عليه بها، لكن المعروف أنه مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية ظلما طبعا، إلى جانب أخويه السيدين إيهاب مخلوف وإياد مخلوف. راماك هذه يبدو على وزن داماك، يعني نفس طبعا داماك الشركة الإماراتية وإعمار شركة إعمار الإماراتية العملاقة هي شريكة للسيد رامي مخلوف في كثير من المشاريع. طبعا لا حاجة للقول، أيادي الأخوة في الإمارات العربية المتحدة أيادي بيضاء وناصعة دوما، وليس مستغرب هذه الشراكة بين الإماراتيين والسيد رامي مخلوف. يقول لك رامي مخلوف شريك جديد في الإنسانية، صحيح، ويعني وهذه مناسبة طبعا، والإمارات كذلك هي شريك جديد في الإنسانية، وقمة الأخوة الإنسانية الآن في الإمارات وسوق الإنسانية الآن مزهر ورائج جدا في المنطقة. سامر الفوز هو الآخر قادم سريعا من الخلف إلى الواجهة، يؤسس مصنع للمشروبات الغازية والعصائر ربما كي يتسنى للشعب هضم هذا الثراء الفاحش الهابط من غامض علمه. بعد أيام قليلة
من انتزاعه لحصص في مصرف سوريا الدولي. السيد رامي الفوز يتابع الأعمال بمنتهى الجدية بحاجبيه المقطبين، يا عاقد الحاجبين فوق الجبين اللجين. مشاريع استثمارية واقتصادية، والآن هذه المشاريع كلها بعد إدراجه على قوائم العقوبات الغربية، بعد كل هذه المشاكل للسيد سامر فوز يوسع تجارته ويحصل على عقد من هيئة الاستثمار التابعة للنظام لبناء مصنع للمشروبات الغازية والعصائر في مدينة عذرة. طبعا هنيئا مريئا، ونتمنى التوفيق لمصنع السيد سامر الفوز للمشروبات الغازية. الوزير جبران باسيل يغرد على تويتر: تغريدات الوزير جبران باسيل بحاجة إلى مصنع السيد سامر الفوز كاملا حتى نستطيع هضمها. هذه التغريدات الجديدة لمعالي باسيل بعدما خاطب السوريين بلهجة وصفت من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وصفوها باللهجة العنصرية. جبران باسيل قال للسوريين: وجودكم على الأراضي اللبنانية مرهق. فكرة فتغريدة فتصريح، هكذا تدرج معالي الوزير في كراهية السوريين وفق ما تنبئ تصريحاته وأفعاله. هذا الحديث أصر عليه باسيل مبكراً، ليس جديداً الموضوع، ترحيل السوريين إلى بلادهم حتى لو تعرضوا للقتل، وقد بذل لأجل هذا الأمر يعني كثير من المحظورات.
فرض وزير لشؤون اللاجئين، وطبعا هذا الوزير لونه سوري، فبدنا ننبه وراح نعمل معركة، راح نعمل معركة لأننا لن نتخلى عن هذا عن موضوع حماية اللاجئين. مواقف محترمة لوليد بايك، يعني من أول الثورة السورية، والجميع مواقف وليد بايك جنبلاطية مواقف محترمة بحق السوريين ومواقف مقدرة من قبل العالم الحر. طبعا مراقبون لبنانيون يقولون أن الوزير جبران باسيل إنما يقول بهذه الطريقة ضد السوريين من منطلق طائفي بحت، هكذا يقولون. يقولون أن التيار الوطني الحر من التيارات السياسية المؤمنة بما يسمى غربيا تحالف الأقليات، لذلك هو أقام حلفا صميميا مع حزب الله. وصل الأمر قبل يومين بمناسبة تشكيل الحكومة الرشيدة في لبنان، السيد جبران باسيل أجبر وزراء تكتل لبنان القوي، أي وزراء التيار الوطني الحر، على توقيع استقالاتهم قبل البدء بالوزارة. قال والله إذا قصروا فيطردهم. حنانيك حنانيك معالي الوزير، يعني من أين لك هذه الثقة؟ من أين لك هذه القوة؟ يا أخي جبران خليل جبران لا يملك هذه الثقة بالنفس، يعني من ثم هذه قضية مسألة صرف وزير أو إبقاء وزير، هذه بعهدة السيد رئيس الوزراء؟ الشيخ سعد الحريري أين من هذه القصة؟ لم نسمع له ركزا يعني في قضية التهجم على السوريين أو إجبار السوريين على العودة. البعض يقول هذه الحكومة برئاسة سعد الحريري هي حكومة حزب الله 100%، وسعد الحريري مجرد واجهة يعني تسويقها دوليا فقط لا أكثر. لذلك معالي الوزير جبران باسيل، يعني حنانيك، أنت لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة. وكثير من اللبنانيين يقولون ويتبرؤون من قوله طبعا للوزير، ويقولون هي الأيام يعني تدور، يوم لك ويوم عليك. أقامت مؤسسة ملتقى البيت الحلبي في عفرين فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت مستلزمات خاصة لخمسين شخصا منهم. هي المرة الأولى كما تقول مديرة المؤسسة التي يتم فيها تسليط الضوء وتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص، وتقول إحصائيات إغاثية أن قرابة 700 شخص من ذوي الاحتياجات في عفرين بحاجة للمساعدة والمعدات. مع قصة ملتقى البيت الحلبي نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما تبقى لهذا اليوم. غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق ما تبقى جديد، في أمان الله. اليوم باستضافة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لتكريمهم، وعملنا لهم حفل وجبنا لهم أجهزة ومعدات متطورة لتساعدهم وتأهلهم في حياتهم المنزلية. كل شيء يعني هذا له غذاء خاص، يعني كتير ما بتوفر عليه. حفوضات قياس ابني شاب، يعني صار عمره 16 سنة ما بنوجد، وإنا سنة ونص نحن هون نازحين، هي أول مرة بتجينا هيك، يعني على طول لازم يكون إنه في مساعدات للمعاقين، هي أول مرة بنشوف، ويا ريت تتكرر على طول، هي أول مرة وآخر مرة.